كما شهد رئيس الوزراء افتتح مجمع تحيا مصر للخدمة الحكومية والاجتماعية والشبابية بالتعاون مع شركة إعمار بقرية سيدي عبد الرحمن بحضور رجال الأعمال محمد العبار واللواء محمد أمين وعدد من الوزراء. وخلال الافتتاح أكد مدبولي اهتمام الرئيس بالمشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها صندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن الدولة قادرة على تكرار نموذج هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية بالتوازي مع العمل الجاري بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة يوم سعيد جدا ان انا يعني بشرف بصحبة زملائي المعالي الوزراء، وطبعا سيادة اللواء محمد امين مدير صندوق تحيا مصر، السيد محمد العبار رئيس شركة اعمار مصر، والحقيقة العديد، والسيد محافظ مطروح النهاردة، عشان الحقيقة نتفقد اعمال التطوير الشامل اللي بتتم في قرية سيدي عبد الرحمن كنموذج يعني شديد التميز للشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. الدولة ممثلة بكل أجهزتها، المجتمع المدني طبعا صندوق تحيا مصر، يعني هذه المؤسسة العملاقة يعني الحقيقة اللي النهاردة بقت ليها أيادي بيضاء في كل ربوع مصر، وأيضا طبعا القطاع الخاص ممثل في شركة إعمار مصر والعديد من شركات القطاع الخاص المصرية اللي بتساهمت في تطوير هذا الصرح الكبير جدا اللي احنا النهاردة بنتفقده، مجمع خدمات تحيا مصر في قرية سيدي عبد الرحمن. الحقيقة النموذج يعني على احدث مستوى مما يمكن ان تكون عليه مجمعات الخدمية، وهنا يمكن مش فقط مجمع خدمات حكومية، يعني الحقيقة انا يعني دخلت وشرفت بتفقد العديد من المباني النهاردة هنا، مجمع الخدمات الاجتماعية، مجمع الخدمات الوحدة المحلية نفسها، الحقيقة ورش للصناعات اليدوية اللي بتتميز بيها اهالي مطروح. شفنا طبعا العديد من الخدمات، البريد، الشهر العقاري،
المجمع التكنولوجي للخدمات الخاصة بالوحدة المحلية، الحقيقة بالإضافة إلى مجموعة من المنافذ السلعية والتجارية اللي موجودة. الحقيقة كل ده بتصميم على أروع ما يكون، والنهاردة بقت بتتقدم خدمة لأهالي مطروح وفي قرية سيدي عبد الرحمن بالتحديد، ولكن بقت بتخدم أعتقد مصر كلها. يعني أي مواطن مصري النهاردة موجود في الساحل الشمالي بقى بيقدر إن هو يستفيد من كل هذه الخدمات. الحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة إن أنا أوجه كل الشكر والتقدير طبعا لي يعني زملائي في الحكومة، ولكن يعني شكر خاص جدا 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 لصندوق تحيا مصر، واللي طبعا هذا الصندوق الحقيقة يعني أداة تنفيذية يعني مميزة جدا للعديد من المشروعات اللي تخص المجتمع تنمية المجتمع المحلي، والعديد من المشروعات العملاقة اللي يعني تبناها هذا الصندوق العظيم. وأيضا شكر لشركة إعمار مصر وكل الشركات اللي الحقيقة ساهمت في بناء هذا الصرح العملاق اللي إن شاء الله بنتمنى أن يتم تكراره وتعميمه على كل محافظات مصر، لأن ده الحقيقة نموذج حضاري على أعلى مستوى. وإن شاء الله يمكن أنا لسه مع زملائي الوزراء هنتفقد بقية المشروعات الخدمية اللي موجودة سواء في مجال الصحة والتعليم والرياضة، شباب والرياضة. يعني الحقيقة العديد من الخدمات اللي موجودة النهاردة واللي هنشوفها كنموذج بإذن الله الدولة المصرية قادرة إنها تكرره في كل ربوع مصر. إحنا عندنا المشروع العملاق مشروع حياة كريمة اللي بيتنفذ على مستوى قرى الجمهورية، ولكن هذا أيضا نموذج جديد ومتفرد في المناطق الحضرية اللي ممكن إن إحنا نكررها إن شاء الله. بشكر حضراتكم جميعا.